يواصل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعاليات الدورة 12 لليوم الثالث على التوالي. وتضمنت فعاليات اليوم الثالث مؤتمر صحفي للمنتج الموزمبيقي بيدرو بيمانتا أحد المكرمين، كما احتفى المهرجان بمئوية الفنان صلاح منصور من خلال ندوة قدم لها السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان. في الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يتم الاحتفاء باسم الفنان الكبير صلاح منصور في إطار الاحتفال بمئوية ميلاده، وهذه إشارة مهمة من إدارة المهرجان. وفي هذا الإطار تشرفت بعمل كتاب عن الفنان القدير. هذا الكتاب يعني قدمت فيه تنويعا لشخصية صلاح منصور الإنسانية والفنية، وكيف تكونت في زمني في الإطار السياسي والاجتماعي والفني والثقافي، حتى استطاع صلاح منصور أن يكون واحد من رواد المسرح ويكون الممثل الأول في زمنه للإذاعة، وأن يسجل أدوار بارزة ولافتة على خريطة السينما المصرية لا زلنا نتذكرها ولا زلنا نردد يعني حركتها وكلمتها وإفهاتها، لأن هو ممثل الحقيقة، يعني إنجاز التعبير إن أنا أقول هو ممثل عالمي. كان لديه منهج في التمثيل مهم جدا، هو منهج واعي، يعرف كيف يدخل إلى الشخصية ويخرج منها ويترك لنا هذا الإرث العظيم، في سواء كان في المسرح أو الإذاعة أو التلفزيون أو